ثانوية عامة مجموع 404.5، يعني الحمد لله على كرم ربنا إن هو طلعت أولى ثانوية عامة. كانت فرحة كبيرة الحمد لله، وكلنا يعني حمدنا ربنا عليها، وكانت حاجة. هي طبعا هي ماما، هي الماما اللي كانت بتكلم المكتب الوزير، فهي هي اللي خدت الخبر يعني، وبعدين اتخضت فاغمى عليها، فصحيها اللي هو ايه اللي حصل يعني، هو في ايه، فعرفت بقى منها انها طلعت الاولى، فرحنا وحمدنا ربنا الحمد لله، قمنا صلينا شكرنا ربنا يعني. يعني هو حوار يعني، موضوع الساعات ده مش يعني ما معرفش، ما بنعدوش يعني، ومش مش الاحسن ان احنا نقعد نعد كام ساعه في اليوم. الفكره بالكم التحصيل ان احنا نذاكر ما يكفي ان احنا نجمع الدرس ده كويس. المذاكرة صعبة يعني، هو هي الفيزياء أوقات بتغلبنا، بس في الحل يعني بتغلبنا، تغليب الفيزياء بيبقى في الحل، فعلى ما يعني هو طالما أصلا فهمت الدرس كويس فإن شاء الله يعني هتعرف تحل عليه، بس هيبقى في مشاكل بقى في الحل بتاع الدرس مش مذاكرته. إنما مثلا ممكن أكتر مادة اللي بتاخد مجهود هي الكيمياء والأحياء، إن هو هتحفظ المادة أكتر يعني. والجيولوجيا برضو ما... لا هي يعني ما كانتش صعبة يعني، حفظ الحفظ مش كان تقيل على قلبك مش قوي يعني، عادي. ما اكيد كده لازم الحفظ على فكرة بيسهل المذاكرة كتير. قبل الثانوية خالص كان حلمي، قبل الثانوية مش عارفة كان حلمي بلاش. لا 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 قولي. كان حاجات عادي يعني، اطلع مليارديرة وكده يعني. ماشي. بعد الثانوية يعني ان شاء الله برضو هو عادي، ما اختلفش كتير يعني، ما يعني مش هنركنه يعني، هو لسه موجود، فان شاء الله برضو الثاني هو اللي جانب. يعني هو ان شاء الله يعني ندخل طب بشري، يبقى حاجه كويسه يعني. طيب قول لنا بقى يعني اول رد فعل اول ما عرفتي ان انت اي طبعا ام عليها. وبعدين بقى لما فاقت، لما قمتها تاني فكانت فرحانه يعني، وطبعا كانت مبسوطه. قول لنا بقى يعني فعل والدك اول ما هو كان في الشغل، فجاء على طول اول محمد رن عليه، فجاء على طول اللي هو يعني شوف ايه ده بجد وكده يعني، فجه وطبعا خدني بالحضن، فكنا مبسوطين. قول لنا بقى يعني مذكره يعني وشدت كده في طلاب الثانويه ان هم يلتزموا على قد ما يقدروا، ما يخافوش ما يخافوش زياده عن اللزوم، ويعني هما الخوف كده كده هيجي لهم يعني، فما تزودوش على ما هو عليه، وان يعني يحاولوا على قد ما يقدروا ان هما يلتزموا ويهتموا، ان هما مش يحلوا كتير وخلاص، ان هما بيحلوا يكونوا فهموا اللي هو حلوه ده، انه ممكن يجي شبهه بالظبط بس يختلف حاجه بسيطه، ان هما يحاولوا ان يهتموا ان هما يبقوا فاهمين اللي هما بيحلوه مش كده خلاص. باذن الله. قولي لي يعني اخر حاجه بقى، مين كان اكتر حد دافع عليكي؟ اكتر حد دافع، وانا كنت بدافع لنفسي برضو يعني كتير. ماما برضو، والحد كبير على فكره، المدرسين برضو كانوا بيبقوا دافع، انت تبقى حاسه ان المدرسين حاطين عليكي امال لحد ما تبقى حاجه تبقى مقلقه جدا، بس تبقى يعني دافع برضو. ما ده بقى اللي هو اهلي، وان هو تحس ان في مدرسين حاطين عليهم امل عليك، حتى لو يعني الاحلى بقى ان يكون اصلا محدش حط امله في حد، فاللي هو تذاكر براحتك بقى وكده وتصدمهم في الاخر. اكيد. كنت قلت لي اول ما بتضايقي بتعملي حاجه معينه. كنت بقى يعني بروح اشتري هدوم، ان انا يعني بحب ان انا حاجه انهم لحد كبير يعني. الله يبارك فيك يا رب، الله يخليك. فاول رد فعلي يعني اللي انت بتقول عليه عليك الكلام ده. صح. ايوه فعلا. ايوه، وانا انا اللي خدت اتلقيت يعني استقبلت الخبر، وانا انا استقبلت الخبر، فبصراحه هي المفاجاه كانت يعني، الحمد لله ربنا فضله واسع وفضله كبير، فلقيت يعني الحمد لله الخبر انا ما قدرتش استحمله بصراحه، فانا اللي اغمى عليا، انا وقعت. فهي اخوها بقى اللي فوقوني، وهي بقى مخضوضه ان انا اغمى عليا ليه، هي مش عارفه، فانا على ما قدرت ان انا امسك اعصابي
على ما مسكت اعصابي بقى وقدرت ان انا استوعب، لقيت بقى ايه، قلت لها ده مكتب الوزير بيقول لي يا ندى ان انت الحمد لله ربنا كرمك، والحمد لله ان انت جبتي درجات حلوه.